بالنسبة للأستاذة سهير بتقول إنها بتصلي صلاة الفجر، وبعد كده بعدها تقول بصلي حاجة اسمها سنة الصبح بعد صلاة الفجر. وهل اللي أنا بعمله يعني هقول لحضرتك بالراحة، حضرتك هتعملي إيه؟ أنا بصلي بيرفع أذان الفجر وأنا ببتدي أصلي سنة الفجر. الصبح الفجر الصبح كلمتين بمعنى واحد، يعني الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر، ما فيش فرق بينهم يا صاحبة السؤال. بصلي اللي بتوضى وبعدين أصلي السنة بتاعة الفجر وبعدين أصلي ركعتي الفجر، ما أصليش حاجة بعدهم. سنة الفجر بصليها قبل فرض الفجر، وبعد كده هي سنة راتبة قبلية، وبعد كده أصلي الفرض اللي عليا. دي اسمها صلاة الصبح، ودي اسمها ده الفجر هو الصبح والصبح هو الفجر.